السلام عليكم. السلام عليكم وفقنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أرقص لما كنت بصلي مثلا وأدخل في الركعة الثانية. وإيه؟ لما كنت بصلي وأصلا متأخر وأدخل في الركعة الثانية. تصلي ودخلت في الركعة الثانية بعد؟ المفروض بمشي إزاي في الصلاة بعد كده بقى؟ نعم. كده هيبقى اتلخبط التحيات مثلا هقولها في النص وهرجع أقولها في الآخر ثاني وهكذا، هل ما مش ببقاش عارف أعمل إيه ساعتها يعني؟ هدي بالك كده، الله يسلمك ويبارك في عمرك. ما حضرتك ماذا قلت؟ يعني أنا دخلت مثلا الصلاة في الركعة الثانية. دخلت الصلاة في الركعة الثانية وبعد؟ تمام، أنا كده هصلي الركعة الثانية وأنا أقول تحيات الوسطية، وأصلي بعد كده ركعتين الأخرى، وأرجع أصلي ركعة ثانية الباقية اللي في الأول. طيب كده هبقى قلت تحيات مثلا اللي في النص ثلاث تحيات مرة. مرات يعني؟ نعم؟ قلت التشهد ثلاث مرات في الصلاة. بالظبط بالظبط. ما في أي مشكلة، ما فيش مشكلة. ممكن أربعة أيضا. تمام، طيب شكرا. الله يسلمك. إذا أدرك في صلاة المغرب قد تتأتى مثل هذه.